كريستين، محمد دقدوق، كريمة، كريم، محمد القاق، لميا، سارة، محمد رحمة، ليان، نسمة، نينا، محمد عبد الله، ياسمين. مساء الخير. ساعات قليلة وبتخسر الأكاديمية أول طالب بعد أسبوع واحد على بدء الموسم الثامن. كريمة من المغرب، محمد القاق من الأردن، ليان من فلسطين، واحد منهم بيتركنا بأول الطريق وبيترك الأكاديمية قبل ما يتعود على رفقاته. خلينا نشوف هلأ شو عم بيصير. تبيلي شغلين بعيد الشر، يعني إذا بكرة ما رجعت. يا عمي كيف هيدي؟ ما بحب أنا أعملهم هالقصص. يلا ذكرى، يلا عشان اضل متذكرتكم. يلا ذكرى شو يا بنت انت؟ يلا بعيد الشر، بقولك بعيد الشر. اذا ما رجعت لا سمح الله يكون عندي اشي، لانه ممنوع نكتب وما بعرف شو. خليني اقعد هيك. لا هي هم بشوفوا شو رح تكتبي، بدي اعلقها هون، ما انا بدي اخليها. نسنيسة نسميمة. الأغلى وأرق صديقة بالأكاديمية لين، أنا نحبك برشا برشا، أنت بس تنقصك شوية خبرة، بس فلسطين كبيرة لأنها بعثت بنت ببنت غزة الحلوة الطيوبة اللي والله من قلبي حبيتها، واللي هي الأكاديمية ما لها طعم من دونها. أكيد رح تبقي، بس لا سمح الله إذا طلعتي يعني شنو؟ ما رح دوق طعم الضحكة والجو اللي كنا نعمله بالأكاديمية، بس حلو إنه رح نرجع نشوف بعض. أحلى شيء قدمته الأكاديمية هي صديقتنا الحلوة، هي مثل سيارة خلقانة. Your best sister أميمة will come back، بس عم سيرك وإختك عقد عقلك. بريك أول ومنتابع اليوميات.